اهلا وسهلا فامي، كيدرتو لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان وبصحه بزاف. الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال ايلي فاميلي فمعليش الا تهبط دابا الضغط على زر الابوني وكذلك تفعل الجرس ودير معاك واحد الكومونتير زوين بحالك باش لا فيديو اللي جاي نطلع بزاف ديال الكومونتيرات كيف كتشوفوا هنايا. المهم كيعجبوكم الحميزات اللي كنجيب لكم، حميزه 5 دراهم جربينها من الكريمات، ديري لنا هذه ديري لنا هذه. اليوم خوتي جبت لكم واحد الحميزه، يا سلام حميزات ناضين ديال بصح. حميزات اخوتي ديال الفولارات، خوتي خواتاتي حيدو خوتي خواتاتي ديال الفولارات، ولكن حتى الدراري حتى هما يستافدوا باش المره الجايه يعرفوا فين غياخذوهم والثمن مناسب. عرفتي هما اصلا الفولارات ديال تركيا الثمن مناسب، حميزه خوتي ناضيه. غنشرو بزاف ديال الفولارات ولكن في الاخر غادي نعطيوهم واحد الهديه لواحد الشخص اخوتي. المهم بقاو معايا ما تشيو حتى بلاصه باش عرفوا اللوينات اللي غنشريو، اللوينات والثمن والثوب والثوب ديال تركيا وبزاف ديال الحاجات اللي يكونوا زوينين. يلا ليتس جو. هاي المهم اخوتي خرجت مشيت كنتقداو، راكم عارفين السوق ما عنديش كيفاش انا نصور لكم المحلات هذا، ولكن جبت لكم الحميزات ناري حمقني هاد الفولار يا خوتي. المهم شفت بزاف ديال الحويجات اللي زوينين، غنوريكم حاجه بحاجه ونقول لكم الثمن ونقول لكم فين خديتهم وبزاف ديال الحاجات. المهم انا في الاول اخوتي كنت كنقلب على بحال هادو كنت ديك الساعتين خديتهم ب 10 دراهم، هذا على ما اظن الصيف ديال العام فايت. بحال هادو دابا كيجوني انا عمليين، مثلا الا كنت لابسه شي حاجه بحال هكا زعما مسلم ولا هذا كنحاول انا ندير بحال الفولارات اللي كيشدو بالدغيا اوي ليش كيشدو غير حمقوني. المهم بحال هكا فهمتوا، دابا هادو عمليين كنلويهم داغي وكنخرج بقيت كنقلب في السوق. المهم هادو خديتهم في انسكان ب 10 ديال الدراهم، هادشي العام اللي فات. هاد المره فاش مشيت بلقيت بحال هادو كبار، لقيت يعني صغار ناري وصلني واحد الميساج اخوتي بزاف. المهم لقيتهم صغار وكيتباعوا ب 10 ديال الدراهم، المهم بحال الزيت ديال حياتي هذوك ديرهم تستعملهم غير في الدار بحال هكا فقط. اما بالنسبه زعما الخروج وهداك الشيء ما غاديش يتلواو ما غاديش يدوروا على الراس ديالكم. المهم خديت هادو، دابا كل واحد خديتو عند محل، كل واحد خديتو عند محل. خديت هذا في البيض وخديت هذا في الكحل، هذا داير لي هاد الديزاين هذا ودير لي هاد اللعيبه، هادو كيكونوا طاوينهم بحال هكا وصافي انت كتقلبي وكتهزي وكتشوفي اللي يعجبك. المهم علاش اختاريت البيض والكحل؟ حيت زعما بغيت ناخذ الالوان الاساسيه اللي كيتلبسوا مع كل شيء. ها انتم شوفوا لي هادو طوالين البنات، ها انتم طوال والثوب ديالهم يعني زوين بزاف، يعني ملي غديروهم ها انتم نوريكم اخوتي عجبني هذا الكحل هذا، ها انتم ملي غديروهم بحال هكا تيبقاو طوال شفتوا، بحال هذاك الموفي اللي دايره بحال هذا، غير هذا فيه هاد الخطيطات وهذا فيه بحال هكا. المهم هذا خديناه ب 20 درهم، هذا خدينا واحد في الكحل وخدينا الابيض حتى هو بحالو ب 20 درهم الواحد، هادو اللي كانوا ب 10 ديال الدراهم اخوتي هميزات، ولكن حتى الثمن ديالهم يعني مناسب. هذا خديته في محل وهذا خديته حتى هو في محل، غنوريكم هادو او الثاني كل حاجه بوحديتها. هذا خديته في محل عرفتي باش كنت كنقلب على هادو ديال 10 دراهم طلع لي الدم صراحه الله، بقيت كنقلب كلشي زادوا فيه حتى 10 دراهم ولاو ب 20 درهم ولاو ب 15 درهم. الباندات اللي كنت كناخذ بحال هكا ب 5 دراهم ولاو دايرين 10 ديال الدراهم البنات عرفتي بزاف. المهم ما علينا، خديت هذا خديته حتى هو عند واحد مول المحل. تقولوا لي ياك عندك حتى انت البيج وهذا؟ عندي كاع الوان البنات في السيوفه، كاع الوان عندي في السيوفه، ولكن كيف قلت لكم هادو بغيت نعطيهم كادو البنات. هذا ما كان، ها انتما يا البنات شوفوا لي، خديت هذا البيج هذا ياك، هذا حتى هو عند محل كل واحد داير به الديزاين ديالو، ولكن عجبتني هاد القضية ديال هاد الكوردة هادي، هذا فيه التيكيت وكاينين وحدين ما فيهمش التيكيت، كل واحد اشنو زعما الديكور اللي داير ليهم. هادو هانتوما انا عندي بحال هاد اللوين، ولكن هذا عندي انا سامبل ما عنديش اللي فيه هاد العيبات هادو. ها
انتم عرفتي هذا اللون تاعنا كيعجبني بزاف بزاف كيعجبني هذا اللون يا خوتي. انتم زويون عرفتي تكوني لابسه شي لبسه فيها البياض وهذا ديري فيها هذا اللون هذا خطير هذا الفولار هذا زوين بزاف البنات. المهم خدينا هذا اللون هذا تقولوا لي واه خديتي نفس اللوينات اللي عندك واي خديت نفس اللوينات اللي عندي دابا حتى الاخر نقول لكم البنات اش كاين نفتح هذا كاين هذا في الزرق حتى هو ما قلت لكمش هذا خديناه ب 30 درهم وهذا ب 30 وكاين واحد اخر حتى هو هنايا هانتوما كاين هذا البلوغ وهذا الزرق وهذاك كيحمقني انا الزرق شوفوا كيعجبني الزرق واعر واعر هانتوما كاين هاد اللوين حتى هادو دابا راه قد قد هادو بحال بحال هانتوما حتى هما طوالين يعني كبداية شي واحد كيدير الزيف بحال هكا كبداية موفقة وكاين هاد الغوص بيبي اخوتي دابا انا في الاول كنت بغيت ناخذ غير دوك سامبل يعني هادو ديال 20 درهم ولكن ما لقيتش فيهم اللوان كاين فيهم البيض الكحل الكري غامق شي لوينات اللي ما غاديش نحتاجوهم كاين فيهم السومو موطارد ماشي الخزي المهم كاين الصفر كاين واحد اللون اللي ما غاديش زعما يستعملو ديما 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 هادو خديت هاد اللوان هما لوان رئيسيه اساسيه غتلبسوهم مع كل شيء يعني تكونوا لابسين البيج هذا الخضر الكحل تلبسوا هاد اللوينات وكاين هذا الغوز بيبي هذا عندي بحال وانا هذا الغوز بيبي هذا واعر البنات هادشي خطير المهم هاد اللوينات كاملين البنات خديناهم الابتسام حيت الناس كدير الفولارات وداك الشيء اخوتي علاش خديتهم لها باش ما تبقاش تهز ليا الزيوفه ديالي هادشي خديتهم اخوتي قلت غادي نصوريكم ونقول لكم منين خديت هاد العميزات هادو المهم هادو خديتهم من انسكان البنات عند كل واحد يعني ستيت حاجه 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 باقي لي مازال ما شريتش ليها البانطات ان شاء الله بحول الله غادي تشارك معايا البانطات ديالي انا بالنسبه لهادو راه ما كنديرهم يعني لا في ليلات لا حتى شي حاجه كنستعملهم هكاك وهي ضروري خاصها تمشي تشري في ليلات الراس فوق هذا مكان عرفتي البنات انا الحاجه الوحيده اللي ما كتعجبنيش اللي كتضرني في خاطري البنات نعاود لكم واحد السوريطاي مخفف زربان وصافي ملي كنكون مثلا طلبني شي واحد الزيف ولا قال لي يعطيني الزيف وداك الشيء وهذا تولي زعما نقي ونلقاه مطبع ولا شي حاجه ناري كيضرني خاطري البنات والله عاد عندك الزيوبه انا عندي شي حاجه بزاف المهم خديت لها هاد اللوينات هادو ان شاء الله يعجبوها يعجبوها زعما وداك الشيء ونعلموها دير الفولارات زعما دير شدات ديال الزيف وكنتمنوا لها بدايه موفقه وهذا ما كان البنات خدمتو لها الوان بحال ديالي باش ما تشديش الزيوفه ديالي لا ضحكه معكم ماشي مشكل ديالي ديالها وديالها ديالي داكشي عادي اخوتي غير علاش كاين شي نهار نبغي ندير مثلا انايا البيج ديرو تبغي دير حتى هي البيج بحال هكا اللهم خدينا زعما هاد اللوينات اساسيين وصافي المهم البنات كنتمنى يكون عجبكم هاد المشتريات هادو الا بغيتوني نصور لكم مشتريات عاود ثاني وداك الشيء خليوها لي في الكومونتير او تهنا يكون سالا الفيديو ديال اليوم تهلاو ليا في راسكم باي باي.